كاد المريب أن يقول خذني. هكذا وكمن يشير إلى نفسه متهماً ومتورطاً في مسألة لم يتبين منها الأسود من الأبيض، ذهبت إدارة الجمارك بعيداً في محاولة منع بث حلقة الليلة من تحت طائلة المسؤولية، حفاظاً على كرامة موظفيها، كما جاء في طلب منع البث الذي تقدمت به الإدارة إلى القضاء المستعجل. ما الذي لا تريد إدارة الجمارك أن يطلع الناس عليه؟ ما الذي تريده أن يبقى طي الكتم والمنع؟ وما الذي يرعب إلى هذا الإدارة التي يقول نشيدها إن لها عيونا ساهرات وأياد قادرات؟ بالأياد القادرات بالعيون الساهرات. ما يرعبها سيبقى يرعبها طالما أن العيون الساهرات مغمضة عن الفساد في الجمارك، وطالما أن الأيادي القادرات مغلولة بالتدخلات السياسية التي تمنعها من الوصول إلى الفاسدين ووضع الأغلال في أيديهم. ما يرعبها سيبقى يرعبها طالما أن برنامج تحت طائلة المسؤولية مستمر في كشف الفساد داخل إدارة الجمارك وملاحقة المهربين الذين يفوتون مئات آلاف الدولارات على الخزينة اللبنانية. كمان هول شو هني هول؟ هلا كمان نفس الشيء، بس عم نعمل دعايه للحلقه، خلي العالم تحضر. شو هني هول؟ خلينا نشوف. مش هني قالوا بدهم لبن العصفور؟ هولي على فكره تقدموا للمدعي العام عشان ما حدا يقول ان احنا عم نبتز حدا، اوكي؟ تقدموا للمدعي العام. المدعي العام المالي. ما اليوم تقدموا للمدعي العام المالي هول. هني قالوا هني بدهم يمنعوا بطلب منع بس الحلقه دفاعا عن كرامه الموظفين، ما هيك؟ طيب. نحن دفاعا عن المال العام. ودفاعاً عن عسكر الجمارك اللي ضربنا، بس يلي بيشتري بدلته من جيبته الخاصة، علماً أنه مخصصاته أقل بكتير والحصص تعيته أقل بكتير من المدنيين يلي مصورين عم بيقبضوا رشوة أو مش مصورين بس عم يتجاوزوا أو عم بيسيئوا لاستخدام الصلاحيات وما هنالك، وعم بيفوتوا على الدولة مئات الملايين من الغرامات والرسوم. بس أنا عم أقول له شغلة واحدة لأستاذ شفيق، شو بدك بمستشارك العسكري والإعلامي والسياسي؟ عم بيورطك عم بيورطك. هلأ أنت بقرار منع البث هذا، شو هالموقف؟ يعني أول شيء عملت لنا دعاية مجانية، شو بدك بالشغلة؟ شو بدك بالشغلة؟ مين ما عم بيحضر الفيديو البرومو عم بيقول معقولة قرار منع البث طلع عشان هذا البرومو؟ مش هالشغلة العظيمة يعني اللي طلع عليها برومو بعد ما قلنا لك شو عنا؟ الحلقة ستبث الليلة بعدما رد قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين طلب مديرية الجمارك بوقف بثها، وستليها سلسلة حلقات عن ملف الجمارك. وكما لم يثنين الضرب والسحل والتنكيل عن متابعة ما بدأناه بعد فتح مغارة علي بابا، فإن كلمة السر لا تزال في حوزتنا وأبواب المغارة ستبقى مشرعة. افتح يا سمسم تحت طائلة المسؤولية.